قواتنا في سوريا لإنهاء حكم الأسد، تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبدو متعارضة مع معارك درع الفرات التي يقودها الجيش الحر بدعم من الجيش التركي، والموجهة حصرا كما المعلن والمنفذ ضد تنظيم الدولة في ريف حلب، وأيضا ضد مخططات وحدات حماية الشعب الكردية. لم يجد كثيرون تفسيرا منطقيا لتصريحات أردوغان في وقت تباد فيه حلب ويهجر أهلها في أبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث. والمفارقة هنا أن المدينة تبعد مرمى حجر عن تركيا وقواتها في محيط مدينة الباب، وهي التي كانت يوما خطا أحمر لها. تتساءل روسيا، وهي التي باتت تستكثر حتى الكلام ضد أي أحد ينتقد نظام الأسد، فتعلن أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف سيلتقي الرئيس التركي يوم الخميس وسيسأله: ماذا قصدت بعبارتك؟ الرئاسة الروسية وصفت تصريحات أردوغان بالخطيرة جدا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيه تركيا أن سبب وجود قواتها شمال سوريا يتجاوز الأهداف المعلنة. فهل استهداف طائرات النظام للقوات التركية قرب مدينة الباب قبل أيام غير بوصلة البندقية التركية؟ خصوصا أن ذلك الحدث تبعه بأيام حدث آخر لقصف طائرات مجهولة لبلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام. أما أن ما قاله أردوغان ليس أكثر من سطر يضاف في دفتر تهديداته ووعيده للنظام، هذا ما قد تجيب عنه الساعات القادمة بعد أن طلبت روسيا من تركيا تفسيرا لتصريحات أردوغان. لكن هل بعد تصريحات الرئيس إيضاح؟